أحب أحييكم وأسلم عليكم في الحلقة الثانية من بانشت. هي بانشت بس ما أعرف ليش أقولها بانشت طول الوقت. آخر مرة وقفنا في نفس المكان وقفنا، والحين قاعدين نطالع الموارد والخشب وغيره وربعه وهاي الأمور، وعندنا ناس. فشو أبى أسوي؟ أنا أبى أزيد الإنتاجية في كل مكان الحين، لأن الناس قاعدة تيني، فقاعد أزيد من إنتاجية الأكل، من إنتاجية الجلود، من إنتاجية هالسوالف، في مقابل شو؟ مقابل الراحة، أساس إني أحصل أكل وهذا. طبعًا إحنا بسوي شوي بوست للأكل وهذا، بس لازم أنتبه بعد، لأن عادي بعد يجوعون، مش قضية إن هذا، لولا إنتاج أكثر شوية تحسونه، لكن لابد من بعض أمور. خلي يكملون بناء البيوت هاي، زين؟ يكملون بناء البيوت، خلنا نزيد العمال العاملين، زين، وخلنا نجيب، لأن ما في حصة عندنا، فخلي بالنا نشل الحصة اللي وين، نشل الحصة اللي هنا اللي أوردي من السنة أنا قايل لهم يشلونه وما شلوه، زين، والحديد اللي هنا أباهم يشلونه، لأن لابد الحين نبدأ بإنتاجية عالية. وين يخلص الماركت مالي؟ هنا يخلص، خلاص دام يخلص الماركت هنا شو بسوي؟ بجيب كويري، مع انه مكان حلو حق تريد مينا، حرام. بخلوني على الخطة الاولية، احطيه وين؟ احطيه هني في الزاوية، زين، واحطه قدام الشارع رملي، طبعا شارع رملي يدي بالطريقة هاي، زين، واحط الستورج مالهم هذي لهني، لأن هاي إذا تموا يراكضون آخر الدنيا ما راح يخلصون. فخلنا نحط ستورج حقهم هني كلهم هاي، لأن عندي عمالة. فشو بسوي؟ أبزيد هذا، خلي يزيدنا الجلود، أبزيدنا هذا، خلي يزيدنا الأكل. الهربلست ما أقدر أزيد الحين، بس شوف الناس قاعد تزيد، بس لازم نزيد هذا كله على أساس إنه يزيد مستوى الإنتاج عندنا بشكل كبير يعني، ولا اذا ما سويت هالشيء ما راح يزيد الانتاج ابدا. انسوا شيء اسمه يزيد الانتاج، بس يبالي انتاج خشب ثاني، ترى انتاج خشب اللي عندي ما يكفي، انتاج الخشب اللي موجود ما يكفي. فشو بسوي؟ بحط هنا بعد انتاج خشب ثاني، بالطريقه هاي بحط هنا فورستر، زين، ما بيتضارب مع ذاك الفورستر على المكان، لا مكان مش اوكي، بنحط فورستر، صدقون هني مكان مش جيد بعد، فورستر، قلنا هني مين، هني اوكي، تعرفون ليش؟ لان هذا المكان راح نستعمله اساسا حق شو؟ حق منجم وفورستر، خله من شو مات؟ ما ماتت وهي تولد مسكينة، كانت تجيب الجيل الجديد، لكن الجيل الجديد قتلها قبل أن تراه. إنزين، فشو بنسوي؟ بنرفع الأولوية إلى، خلى الموارد زيادة أحسن، أنا متعقد بموضوع الموارد ناقصة، فخلى ننقص الجاذررز، ما بنقصهم لا، هذا قاعد يبنونه العمال مالي، أوكي قاعد يبنونه، لان الحين يتكاثرون ما شاء الله عليهم، وبنحتاج اكل قريب، فخلوا الاكل زايد ولا ينقص. ايرون ازلو، اوكي، دام الايرون ناقص عندي شو بسوي؟ حطي بعد ايرون ماين، لحظة انا مسوي مكان هناك على اساس اني احطي فيه هذا، يتحطيت هنا اهدم، انا توي استوعب. زين، خلنا نحط ايرون وين صار ماين هني في الجبل يطلع لنا حديد، من هني يطلع لنا حديد، ابا مكان هني، هذا المكان وايد زين، لان بنحط قدامه شو الاور هني يستي مكانه، بس خلاص
اوكي ممتاز، بنحطيه للشارع بعد. لا الشارع هذا يخرب الدنيا. انزين، عندنا 4 بلدرز وعندنا ناس وايد ساكنة وعندنا 12 ياهل وعندنا ما محصل خشب، تخيلوا مش قاعد احصل خشب. خلينا نشل، اقول لكم موارد كلها، شو خشب اللي هني، موارد كلها اللي هني شلوها، اللي هني كلها شلوها، ايش كلها شلوها، هدموا كلها. في واحد كبر استوى ليبر، اوكي مو مشكله، زين سوى. انزين عندنا هني هانتنج، عندنا كل شيء، جاكيتات عندنا 12 ولازم يكون اكثر، البارنز فل تقريبا، وعندنا بلدرز ما يكفون اساسا لانه اوكي. هذا الحين ناقصنا بس يسوي له بيلد، اوكي حلو حلو، الجسر يسوي له بيلد بنسوي ماين. الحين ليش قاعدين نزيد الناس اصلا كثافه سكانيه؟ حق الشغله هاي بس، اساس الناس ما تزعل. خلينا نبني لهم تشابل في جنب هذا، واستوى مكانه، نايس نايس، استوى مكانه جنب هذا، خلي مكان يستانسون فيه عشان نزيد مستوى السعاده عندهم والشغل. صحتهم مش ذاك الزود اظني، يموتون بسرعة يمكن من الشغل الزايد. في سامان هني معقوق على الأرض من كثر السامان يا جماعة، السالفة زي حد يبني هذا. خلنا نزيد البلدرز بلدر واحد، بزيد البلدر. اي دقة دقة ويروح خايس. قاعد يبنون بيوت، يبنون ما ادري شو. لحظة خلني اخليهم يبنون بيوت اول. خلهم ابن ابن ابن، خلهم يبنون هايل. ما بقى لهم، ما بقى لهم، ما بقى لهم، ما بقى لهم، ما بقى لهم شيء. شوفوا في ناس بس تنتظر انها تتكاثر وتكبر وتاخذ بيوت لحالها. في من يتكاثرون شوي زين، شوفوا من يبدون يستوون كابلز، نفرين نفرين يستوي زين، نفرين نفرين يعني في عيال، هذا اهم شيء. بس ما عندنا خشب يا اخي، ما عندنا خشب، ما عندنا عمالة اصلا تجمع خشب، ما عندنا حد يجمع خشب. خلي اشيل الريسورسز اللي هني، ما عندنا عماله تشيل الخشب، هاي مصيبه المصايب. بس اذا هني هاي ما قاعد يكفي، المفروض ان هاي هذا يكفي ان هذا يسوي اصلا في الاساس على كميه الناس اللي عندنا. ترى ما عندنا وايد ناس، شوفوا بيوت فاضيه، بيبدون يتكاثرون الحين عما قريب، عما قريب سيتكاثرون تكاثرا جذريا. اوكي اتري المناجم انا الحين، الحين مشروع المناجم، لكن بشوف مستوى الاكل اللي مبني هذا. يا اخي انا وايد 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 عاطنهم مهمات، وانا موهق نفسي بكثر المهمات، يعني مش انه والله شو اسمه هم مش يشتغلون، لا هم يشتغلون الصراحه يا سكدهم كد، لكن كمية المهمات اللي قاعد اعطيهم اياها مش طبيعية ترى. شوفوا من هني لين هناك لين ما ادري وين، لي خيبة شو مسوي فيهم انا، خيبة لعنهم لعان والله ما راح منهم. خلهم يكدون، شو وراهم؟ وراهم غير الشغلة هاي هم. بس الشيء الوحيد لازم احاسب عليه مخزون الخشب، مخزون الخشب لازم انت. لا خلهم 4 يبنون، 5 يبنون، خل 3 يجمعون الموارد.
خذ 3 ايام عمل الموارد، لان حتى لو هاي الكبر ترى مصيبه مصايب، في بيوت فاضيه اصلا، فما ببني بيوت الحين. زين هذا كله فل 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 البارن. ليش هذا انت فل؟ انت مش فل. ليش هو فل؟ بعد واحد زياده. سيروا هات سمان، سيروا هات سمان، اقول لكم بعد واحد زياده. 4 في الماركت، اوكي 4 في الماركت، روحوا عبوا. اظني الديباند الطلب وايد، حسب تي الطلب وايد عليهم، اظني الطلب وايد. اشوف قاعد يزيد الحين، هي قاعد يزيد الحين، بيجيبون شوي بيفضون هالاماكن. بما ان الطلب على الاكل، خلي انزل ال، تعرفون شو ننزل انتاج هذا، نبغى خشب صح، بنخلي هني بشل قذرر واحد وبخليهم يتوزعون بين هالمكانين، هني يشتغلون وهناك يشتغلون. وبسوي هني واحد يقص الخشب، ما اقدر هني اسويه فمو مشكله، بسويه هني وبسوي عنده ستورج مال تعديل الشكل، اوكي، وبخلي اللي يبنون يبنون الحين، لان الحين الناس في رخاء صح. بس اذا انا ما انتبهت لكميه الاكل، ولا سمح الله ما انتبهت للخشب اللي الحين انا مش منتبه له فعليا، الحين استوى عندي خشب زياده راح اتوهق، فهذا الخشب راح يجي من هني لين هذا التخزين. حلو شوفوا، ومن هذا التخزين انا ابغى شو يستوي فيه، هذا سيده يسوي خشب ويرده داخل، عشان الخشب يكون هني وهني عندنا. هذا مصدر مستدام بسيط، قاعد ينتج كميات بسيطة حلوة، بس في نفس الوقت ما يكفينا، لأن هاي اللي ما قاعدين يجيبون عيال. إنزين أباهم يجيبون عيال، أنا أباكم تتزوجون، إني أريدكم أن تتزوجوا. إنزين فاللي لازم يستوي لازم وايد شغلات تخلص والله. إنزين خلنا ندق هذا ستوب. إنزين شو ناقصنا نحن؟ ناقصنا حصة. إنزين ونشل الحصة اللي انا كم مره حطيت للحين هني، بس اشيل الحصه مليون مره صح، مليون مره صح، وما شلوا الحصه اللي هني صح. خلينا نسوي اثنينه، لان في حد توفى عنا من العمر، من نواحي العمر. خلني بثلاثه ليبرز عندنا وثلاثه بلدرز، لان شو البلدنج اللي باقي لنا؟ نباه بارفع السعاده عندهم والصحه. سعادتكم يا سعادتنا. زين فهذا راح يضمن لي الحين انهم يبون موارد شويه، خاصه ان هاي اللي بيزرعون وبيقصون بيزرعون بيقصون، يعني استدمنا سوينا شوي مستدام، الشيء مستدام اكثر من المعتاد. وبما ان الخشب عندي ناقص شو بسوي؟ برفع اولويه هذا، خلي يبنون هذا اول شيء، ان شاء الله عاد يبنون اول شيء. زين يابو 8 ستون، حلو، لان الستون عنده لا ستون ما كان عنده. زين يبنون هذا، بوظف واحد يسوي خشب غير لقات زياده من ورا هاي، اوكي، بوظف واحد هني فبيستوي عندنا خشب اكثر مفروض، هذا نظريا للحين كله، اوكي، نوظف فيه واحد حلو، وهني قاعد يجي له خشب اصلا ما عنده لوكس. اشتغل يا كلب والله، ليش ما قاعد يشتغل؟ وين هذا؟ في خشب عندك، وين قاعد تروح؟ مسطل انت، ما ادري وين راح يجيب الخشب، العبقري وذهل. انزين ما علينا، هذا عنده لوكس وهذا المفروض يشتغل، اخاف ان هذا يجي هني بعد يجيب خشب. والله مساطيل يسوونه هاي. لحظه لحظه، لا تقول لي هذا المسطل، لا لا فيشرمان، اوكي صياد، صياد سمك، صياد سمك، ظلمته ظلمته، تحسبته واحد من المساطيل اللي عندي. يلا خلينا نزيد بعد العمال عامل، اوكي، خلهم يجيبون السامان اللي هني كله، ما يقدرون، صعب ما يقدرون، صعب، لان انا معقد المواضيع اصلا. انزين خلينا نشغل هذا، وابا اجيب اقدر طريق بهني بيمشونهم، لو اسوي جسرهم بيمشون ما عندهم مشاكل. الحلو ان هذا الستون راح يكتمل، بس المش حلو ان الستون عندنا ستوك ستوك نفسه بينزل، فبسوي كويري هني عسب اقدر اسوي شارع. شوفوا هني كويري، وهذا الكويري انا راح اعطيه اولويه هني. زين فاساس العمال اللي عندي يسوون هذا اول،
والناس اللي بينولدون عندي جديد راح اجيبهم هني. شوفوا كم واحد عندي بعد الاستوك قاعد ينزل ينزل، ترى يبالي احاسب شوي على الاكل. كم صياد عندي؟ 2 أو 4. اقدر ازيد صياد سمك هني وانقص جاذرر لان السمك يجيب اكثر، ونزيد صياد سمك ثاني، نسوي 6 يصيدون سمك. لما احاول اوازن الموضوع على اساس ما ينزل عندي الاكل، لان لو نزل عندي الاكل شوفوا. ايوه الحين عندي انتاج اكل 1700 ولا استعمال 1800. زدت زين اني زدت الانتاج، لحقت عليه، تلاحقت عليه، لان لو ما تلاحقت عليه كان مصيبه المصايب. انزين اقدر ازيد واحد هني واحد هني، بس هني هاي ما يكفون مساكين اللي يشتغلوا. كم بيشتغلون؟ ما يكفون. لا اوكي اوكي ماشيين امورهم، ماشيين امورهم، قاعد يجيبون حق الناس. عندي 3 بلدرز بس شغلتهم هذا الحين، واللي هو ما اعرف من وين اخر الدنيا بيجيبون حديد. حديد يبون عندنا حديد؟ انا عندي 100 حديد. اوكي وهذا بيكتمل شغله، يبقى 68 ستون. بس هذا له الاولويه، المفروض يشتغلون على هذا اول، والستون اللي هني كله وين بيروح؟ اقولكم خلنا اسوي شارع هني زين، واسوي مخزن هني على اساس ينحقون سامان. وين يعقون سامانهم هني كله؟ تبون صدق؟ احسن احسن، خلي يجمع هني السامان، مو مشكله حتى لو هذا يمشي زياده. انا اتمنى بس اقدر احدد الاستوك مالي، ما اقدر احدد شو يدخل ويطلع له. اقدر اخلي مثلا هني بس خشب، هني بس حصى، بس هذا اقدر اوزع جميع الشغلات تقريبا. انزين قاعد يسوون خشب هالثنين، بس احسهم مساطيل شويه والله، احسهم مش مساطيل، مخابيل بعد. اوكي هذا قاعد يزيد، ممتاز. انزين الحين هذا يوم يستوي ان شاء الله بحط فيه 2 حق حصى، على اساس يكون عندي شيء مستدام بسيط حق الحصى. اوكي المناجم الحين استوت شيء مهم عندي، لان بديت اتطلب ولا يعني يتطلب مني موارد اكثر اني اسوي اي شيء ثاني. مناجم 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 مناجم، باقي 5% ليش ما كملوا؟ كملوا فكوني 5% على 4 دقات، تك 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 روح يا اخي. اوكي شكرا، بحط 2 هني يبون حصان ستون ليمت وات ايفر، كم تقدرون تجمعون جمعوا ما عندي مشكله. انزين فالحين شوفوا الحين بيرتاحون شوي، بس اللي بيمشي هذا ترى خله يمشي، خله يمشي ما عليه، خله يمشي. شو وراه؟ شو وراه؟ خليه هني كله يستوي فاير وود بعد. انزين خليه يمشي، وايد مشغول هو يعني. فل 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 فل. انزين هذا بيزيد سعادتهم، يا سلام. انزين بما ان زدنا سعادتهم وسوينا كل شيء، الحين خلنا نحط لنا حظيره حق التخزين. وين؟ جنب الحظاير هاي، كنت بحطي قبل هني وما حطيت صح؟ لا خلونا نحطيه هني. اكل ليش كله هني؟ زين خلنا نحط حظيره قريب السوق هني، قريب السمك بعد، يعني بيمديني بيمديهم الشباب يطلعون السمك يحطونه هني، والماركت يشله من قريب. ليش اودي مكان بعيد صح؟ يمديهم. قام يستوي عندي حصى، بيستوي عندي الحين حديد. خلنا نسوي شارع حق الحديد، قلنا بسوي شارع بس شو بس يستوي لي مجال اسوي شارع. اوكي يستوي اسوي شارع في الوسط، وايد حلو والله، حلو صدق. تشوف شارع من وين يمر، وايد حلو. انزين الحين بما ان صار عندي هذا كله والاكل، شو وضع استهلاك الاكل؟ لحظه خلنا نشوف، لازم انتج اكل. بعد بروديوس زين 7000 وشي، بس بعد يبالي برودكشن زياده ترى. لا تعتقدون ان هذا كيف. هذا واحد مات من يتجاوز العمر 50 ما ادري كم. زين هاي ليش ما يحصلون لهم ناس يتزوجونهم؟ يترون حد يكبر صح؟ ويكون فرق بينهم 30 سنة عشان يتزوجها صح؟ عمي عالم خربان يا شيخ، عالم بايظ أوي يعني. انزين شوفوا قام يخزون فيه سمك، أقرب لهم، أقرب لهم أصلا من هذا، أصلا هذا فل، ما حد يخزن فيه شيء. انزين هذا 30 30 30، نزود واحد، نزيد البلدرز. الحين قاعد أستعمل أي بلدرز أنا؟ لا ما
ما قاعد استعمل بلدرز، الحين بستعملهم بس للبيوت. زين خلي يكون عندنا اثنين ليبرز. انزين فشو بسوي؟ بجيب مجموعة بيوت هني بعد حصة. انزين انا اسف على هالتليفون اللي دائما يسوي ازعاج. انزين تسمعون ايرن اظني. انزين خلنا نسوي ست بيوت ونوقف عند ست بيوت، ولا ست بيوت هذه سبع بيوت ووقف عندهم. انزين لان اظني ما بيتحمل عندي الانتاج كثر اللي قاعد اسويه، لو ان انتاجي تحسونه قوي بس في اي لحظه ممكن يخون. انا استويت وياه وخون فيني على اخر لحظه، بس انا بقى الحين عمال مناجم وهالسوالف. ممكن اسوي اكل زياده اذا بغيت بس ما يبال الحين. اوكي عندنا فاير وود، امونت ستورد وود، يسوون فاير وود. ما عندنا فاير وود. اوكي لا ما عندنا، فاللي بيونا اثنين غير بحطيهم في الفورستر، خلهم ينتجوا خشب زياده. ايرون ازلو مو مشكله عادي، ايرون ازلو من زمان ترى. هذا ليش حاط حاطين الحديد هنا؟ يتريون عمال يشلونه. عندنا عامل واحد مسكين يسكت كل مكان. لعنت والد والدينا. انزين عندي اثنين يبنون وخليتهم يبنون كل البيوت حق العالم. انزين هذا يوصل لين هني، يعني ممكن امتد هني شوي بيوت وهني شويه بيكون خلصنا. نحنا خلصنا فعليا اوبجكتيف مال الحلقه، بس ناخذ بونس كم من دقيقه. الكم يوم وايد يقول كلمه بونس وزيد. انزين ف ما في عندنا خشب وايد، والله خشب حرام. خلنا نزيد الخشب، بس اذا زدنا هاي ما بيكون عندنا شيء نحرقه في الشتاء وبتوهق. بس الحلو ان عندنا جاكيتات وايد. هني سبعة هني اربعة يشتغلون صح؟ اذا انقص واحد من الفشرمن ما حد دربه صح؟ وزيده هني اوكي؟ وخليه ينتج قد ما يقدر ينتج خشب. عندي اربعة ينتجون خشب ويقطعون، واثنين يعني ثمانية ينتجون الخشب وواحد مات. انزين والاثنين هاي دائما في الستون كتر ولا في الوظائف المناجم دائما يموتون بهالطريقة، شيء يطيح عليهم ولا يسوي لهم شيء. عندنا اثنين يقصون خشب وثمانية يقطعون خشب يعني من الشجر ويزرعون. هالثمانية مش قادرين ينتجون حق الاثنين، هالاثنين منشفين الثمانية. معنا الليمت مالهم 2000، 2000 حقنا الحين اوكي ل 2000. اوكي ل 2000 حقنا. عندنا 16 ياهل. ما عندنا مشكلة. شوفوا من تجيني دفعة العمال هاي راح اسوي مدارس. نزيد كواليتي الناس شوية، زين؟ المهم وين صار؟ صار 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 وين صار؟ وين صار؟ وكم اعمارهم؟ يا اخي بلست تخبرني كم اعمارهم؟ خلينا نشوف التون هو اللي خبرنا. ما نبى تريد، ما نبى انفنتري برودكشن، ما نبى اوفر فيو. ما عندنا اوفر فيو حتى حق الناس كم اعمارهم، معدل اعمارهم. ابى اشوف منو بيكبر قريب. عسب اعرف احسب حسابي شو ابني. لان البنا كله معتمد على هالشغله هاي. انزين، هالاثنين من يخلصون؟ اباهم يسوون شغلات ثانيه بس لان بيوت سقط ما يكفي، وهذا ما قاعد يسوي جاكيتات من فيه الكفاية. شو اللي نازل عندي؟ فاير وود. فاير وود نازل 500 ما في عندنا 500 حتى، يبالنا أكثر. زين خلنا نمسح هالمنطقة بيكون فيها كمية حلوة. وعند البيوت زين، وعندنا اثنين مفروض يمسحونها، بيبون كمية زينة يعني بيسوي هذا كمية زينة حق الموسم هذا. بس كطريقة مستدامة عندهم جاكيتات، عندهم كل شيء، بس بعده ما قاعد يكفيهم على اساس يدفون هالامور، تعرفون؟ خل اسوي مال التريد هني واسوي بقر. والله هاي اللي بالهم عمال زيادة هالثنين، ما ملاحقين ترى صراحة. بس لا بيلحقون لان شوي بوقف بنا شوي، بسوي مايكرو مانجمنت يمكن، ولا يمكن لا حتى ما اوقف بنا لانه وراي ببني. خلنا نزيد الجسور مهني لين هني جسر حق الموارد يبونها. زين وبنزيد من هني لين هني جسر اختصار. زين ونبى جسر من هني لين ما يستوي بالعكس، هاي مرات تتلعوز فيها الشغله هاي، من هني لين هني
لأنه نبغى نسوي مقبرة الحين هني بتكون، ولا لا خلي المقبرة بعيدة شوي. بسوي من هني لهني الشارع. هذا جسر، أنا آسف. زين نسوي من هني لهني شارع ونسوي مقبرة هني، نسوي بابها على الشارع. لحظة، أباها شوي لورا. أوكي، مقبرة عود أبا، لأنه مكان بعيد. وين الشارع؟ نخلي الناس شوي يحصلون أماكن يدفنون فيها وهالسوالف. انزل، أدوية عنا خلصت تقريبا. زين، فيبالي أزيد هربلست واحد. زين، ويبالي أزيد وود كتر. خلاص ما أعرف كم أنتج زيادة أكثر. في خشب وايد بس تعبانين اللي عندي. زين، ونبا ممكن أسوي فورستر هني. خلنا نبني فورستر هني. نسوي له شارع. من هني لهني ما يستوي، من هني لين هني. بالطريقة هاي بيكون وايد اوكي. بخلي هذا يزرع، بيجيب هني ولا هني ولا هني. زين، خليه يجيب لنا هني عادي، ما عنده شيء. شو عنده هو شغل؟ نقول خلينا نحطه هني. لحظة، تخزين هني فرص، ما اظن بيحتاج هالكبر تخزين، بس خلينا نحطه احتياطا احتياطا. خلينا نزيد شيء. شو يعني؟ شو المشكلة؟ نبغى لنا 20 بلدر ليش؟ اوكي، حق هاي اللي يبالنا 12 يمكن اكثر. زين، خلينا نحط لنا فورستر هني ونوظف فيه 3 انفار ولا شيء من هالقبيل وخلص. اظني هذا بيكفي انتاج حق وود كاتنج، يعني ينتجون شويهم، لان قصينا. هو الصراحه لان قصينا نحن بيور عزل لهذا السبب، لكن يبالنا وايد فورسترز على اساس نحن نعوض الموضوع هذا. لحظه، خلنا اهم شيء الاكل والخشب، اهم شيء. ما باهم يموتون برد او شو اسمه. عندهم جاكيتات 9 يكفي، لان بياخذون كميه بعدين بيوقف اللي ياخذونه، بعدين هذاك بينتج شوي 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 بينتج. عرفتوا؟ ما عندنا حصه نحن اظني، هي ما عندنا حصه. فخلنا نوظف 5 زياده في الحصه، لا 6 خلهم في الحصه، انتاجيه الحصه، لان بيجون المواطنين الحين جداد. بنحط واحد زيادة في الايرون. زين، لان هذا بعد بيزرع وين هني صح؟ فخليه في الجسر هذا بينفعنا الحين. انزين، ليش فايرود هني؟ منو اللي مسطل هذا؟ يعني واحد هني وواحد هني، مساطيل التيبون هني. والله لا، مساطيل هاي لازم امشي بعصا يعني وياهم، ما ينفع وياهم الطريقة هاي. والله صحيح، شوفونهم انتو جايبين الخشب هني حق الشتاء، وما يبون يخلصون اليوم. اكيد مو بتخلصون اليوم، بتخلصون سنة يدي. هاتوا لهم حصة، هاي هاتوا لهم حصة. لا افنشكم كلكم الحين الشغلة. زين، بلا عصبية بلا عصبية، بس والله يزعلون. يتعب اسوي عن كل واحد ستور، والمساطيل كل شوي واحد يجيني ما ادري من وين. زي كل 3 يشتغلون مكان الحين. هذا يشتغل لين هني، هذا يشتغل لين هني، هذا يشتغل بروح افضل مكان هذا يمكن. زين، عندهم مقبره ما خلصت حتى اقسم بالله، ولا بتخلص قريب شكلها. كم يستهلكون حصائل؟ شلون لما تخلت تريليون؟ ما اعرف. ها متى بينتج هذا فحم؟ نبى فحم والله، نبى فحم. اشوف فحم، ما عندي فحم. اظني فحم بيغنيني شوي عن الخشب. والله زين لو يغنيني شوي عن الخشب بفتك من الخشب. الفحم هذا شو يسوي؟ شو شغلته هذا؟ زين، ستورت كول. زين، شو يسوي للكول؟ ما اعرف شو يسوي للكول، اتمنى انه يسوي اللي في بالي. زين، هاي الكم واحد يشتغل هني؟ 5 مو بكافي.
المفروض تكفون انتو خمسة. شو انا ما عندي شيء، حتى عمال بناء ما ادري شو عندهم يبنون، يسوون هالمقبرة وشو يسوون، يسوون بيوت. ستون ليمت ليش 200؟ انا كم حطيت؟ ايه اوكي بعد صفر. ها عايز تشتغلون لين تقولون امين. والله نبى خشب وجماعة مساطيل ولا يدرون شو السالفة. هني ثلاثة ينتجون، في حد ينتج عندنا فحم شيء؟ نبى فحم يا جماعة، بتشوف الفحم شو يسوي. خياط عندنا واحد، تسمع عندنا واحد، فندر خمسة من 12 يبالنا زيادة. بشكل عام كل شيء يبالنا زيادة، يعني مش كل شيء، كل شيء. في شرمن نقدر نزيده واحد الحين، بس انتاج الاكل عندنا اكثر للحين من هذا، بس اقدر ازيده واحد حق الطواري، حق الطواري زين انه يزيد الاكل. بس اوريدي عندنا نحن فل، مخازن كلها فل. شوفوا كم سمك في هذا. انزين اذا المخازن فل، انا هالحلقه بنيها، بس الحلقه الجايه بيكون تجاره. سوينا المناجم هالحلقه، سويناها يعني، لا تقولوا ما سويناها. شو هذا يسوي؟ لازم احدد يسوي فحم ولا حديد. طبعا بخلي حديد، فبخلي واحد ثاني. يلا خلي الحلقه طول شوي، ما اعرف. تبنوا لي منجم ثاني هني، انا والله ما كنت اعرف الشغله هاي، انا اعتذر منكم وكنت اسب لعبتي، لان اللعبه شوي ترفع الضغط شوي جتين شوي. زين واللي يبنون ترى ما عندهم شغله، ما يبنون هالبيوت، بس تي ما يبون يبنون كلاب. هني يشتغلوا عندي ثلاثه، من الافضل اني ازيدهم ميسر لاربعه اساس ينقسمون بين هني وهناك، اثنين اثنين. حد ينتج حديد حد ينتج فحم، لان الفحم لو اغناني الحين 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 ها، لو اغناني الفحم عن الخشب، الخشب هذا اللي تشوفونه بيستي وايد، لان اتصور الفحم مفروض يغنيني عن الخشب، وفي نفس الوقت الفحم مفروض اللي انا اعرفه على حسب معلوماتي البسيطه انه ما يحترق بسرعه الخشب. يعني مفروض الفحم يكون مورد وايد مستدام ولا اكثر من شو، من الخشب نفسه. والله لو ادري ان هذا سالفتي انت الحين ايش اسمه، كنت باني هذا من زمان. بس لازم حديد، نحن محتاجين حديد في كل الاحوال، محتاجين حصى ومحتاجين كل شيء يعني. فهاي نظفوا المكان اوريدي، لا سريعين والله، قاعد يشتغلون ما شاء الله عليهم، ما فيهم حيله. يبالي اربعه يبنون، حتى لو احط الاربعه ها ألم يبنون أربعة، ثلاثة من أربعة يو يبنون، حتى الأربعة ما يو. الرابع وينه؟ شو قاعد يتمرغد؟ وين يروح؟ والله يبالي أمسكهم أحاسبهم، ما يأتيهم إلا الصوت. لأن ثلاثة أربعة يشتغلون، أوكي ممتاز. كل واحد 100 جلدة يبالي هذا. في واحد توفى، خذ مكانه ليبرر. ستورج برودوس جودز نير كاباسيتي. أوكي أنا أعرف هالشيء تراني، وأنا ماكل هو تراني. انا بس لو اعرف كيف اوصل للتوازن الاقتصادي الصحيح هني، الاكل يبالي ازيد. عندي 8 يشتغلون في السمك، خلنا نسوي مال سمك غيره. ما بتوهق في الاكل والله، ما اخر شيء بالدنيا بتوهق في الاكل، اخر شيء. خلنا نحطي له هني اللي قلنا بنحطي مال تريد، فخلنا نشغله هني، نحطي له الشارع. ما عندي حصة اخسر على شوارع والله. بحطه هني وبحطي له ستور ورا بارن مرة حظيرة. جيد، مو بأحسن شيء لكن جيد، اقدر اسوي هاي الحركة هاي. نوسع نطاق عمله شوي. انزين عندي أربعة يبنون، أكثر من كفاية. الحين بعد الأكل قام ينقص شوية، فشو بسوي؟ أهي إنتاجي للأكل أقل من استهلاكي، يعني أهي، فلازم أزيد الأكل من الحين. بس هذا ما أخذ أولويات كلها، بلا خمس حصايات خلاص.
بنلحق بنلحق عادي، مش في وضع خطير انا وايد. انا تني قلت لكم نهايه الحلقه وهذا وكملت. تني 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 صح تحمست. لعبه تحمس لكن تكبت والله، تعرفون واحد يوم يبي يسوي شيء فيها يطقع جوه شوي، ما يضبط كل شيء وياه عادل. انا ما يضبط وياه كل شيء. اوكي هاي بخليهم ينقسمون بين هني وهناك، ما بسوي اربع عمال اربع عمال، لا بحطي عمال اثنين هني حق الاكل احسن، وايد احسن. زين لان اصلا عندي كل شيء فل بعد، يبالي ناس هني تشل السمان من هذا، فخلني ازيد واحد هني، نخليهم ستة هني يشتغلون، وبخلي اثنين هني يشتغلون. ليش ما حد يشتغل هني؟ آه تعال انا حاط اولويه حق هذا، ليش ابغاهم يشتغلون هناك؟ انزين هبا انتاج فحم على اساس ان الخشب عندي دائما دائما ناقص. بسوي منجم فحم، منجم هني، فورستر هني يقطع لي خشب. مفروض ان شاء الله قريبا نستغني عن كميه حلوه من الخشب، ان شاء الله ان شاء الله يساعدنا يستغني عن كميه طيبه من الخشب. الحين بيبدون يبدون، شوفوا الدرب هذا زين، الجسر خدمنا خدمه حلوه، قدمنا خدمة حلوة. نشوف بس الفحم ينتج وبنسكر الحلقة بس خلاص، ما بطول عليكم أكثر من هذا. وايد طولت أنا دائما كالعادة، أطول 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 أطول. انزين شو أخبار إنتاج استهلاك الأكل؟ والله خايف أنا، والله متروع. انزين انزين خلنا نسوي فحم هني. أوكي خلنا نبدأ ننتج فحم، لأن هني اثنين يشتغلون، اثنين من 15 اثنين من 15 حلو وايد حلو. يعني هني بنحط لنا بحط اربع هني على طول اكل، ما بتفاهم. بس مشكله هذيل فل، شوف الهايل فل اكل، بس يبالنا ناس هني زياده. تصدقون خلي بعد احط واحد، مش 13 لا بحط بعد اثنين هني. انزين اوكي خلهم يجيبون الاكل اللي موجود، خلهم يترسون السوق. في خشب بعد يستهلك من السوق. اوكي هذا بيجيبوا له حصى الحين. ها بدينا بانتاج الفحم هني، يب فحم ولا وين الفحم يروح؟ ما اعرف كم ينتجون فحم، لكن تعرفون شو بزيدهم اثنين هني. شوف كيف قاعد ازيد اوزع، توزيع تعبان ترى، توزيع حيل تعبان. زين بنقص عمال البناء لان انا ما عندي غير بيوت ابنيها ولا لي خلق، بس بنعطي ليبرز انا بزياد. في ناس ماتت، في ناس شلت مكان الناس، انا كل ما افضي واحد يروح عند حد مكان حد ميت. شو اللعبه هاي؟ ما بسوي بيوت اكثر ترى، بتوهق هاي اللي بيكبرون. اي ما في مزاح في الموضوع. زين الفحم بدا انتاج الفحم. ايوه ما يكتب لي حتى شو، بس اظني ايوه خلاص ياخذ مكان الخشب واللي هو ممتاز. عندنا شيء نحرقه مكان الخشب من تصوري يعني، من ظني وتقديري. خلا لازم انهي الحلقه. شفنا هذه المناجم يا جماعه الخير، هذه المناجم، هذه المناجم احيانا ينتجون لنا فحم، ينتجون لنا كل شيء. وعندنا اثنين عمال بناء مفروض يسوون كل شيء في العالم، ما اعرف كيف. زين لان ما عندنا عماله كافيه. فالمهم مشكورين على متابعة الحلقة، مشكورين شكرا جزيلا، نشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.